الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الصوت، الصوت مسموع؟ أكرر الترحيب بالجميع، وأسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن طريقة المحاضرات، وذكرت لكم بأن الهدف من هذه اللقاءات الحية هو الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم، فإذا كان عندكم أسئلة أو استفسارات تفضلوا. وهذه المحاضرة الحية كما ذكرت لكم في المنتدى أنها ستخصص بإذن الله عز وجل لما جاء في المحاضرات الأول، المحاضرة رقم 1 والمحاضرة رقم 2 والمحاضرة رقم 3. ودائما نبدأ بالإجابة على الأسئلة والاستفسارات، سواء كانت الأسئلة عن هذه المحاضرات أو عن غير أو عن غيرها في أي مفردة من مفردات المنهج. الأدلة معنا، الجواب نعم، الأدلة مطلوبة، والمطلوب فيها وجه الدلالة، المطلوب معرفة وجه الدلالة. هنا أسئلة عن حكم شراء القطط بغرض التربية ومعنى التورق. لعل إن شاء الله تعالى أبين ما يتعلق بالتورق وبالعينة والإقالة والقطط بعد قليل في أثناء استعراضنا لبعض مفردات المنهج. طيب، نبدأ على بركة الله عز وجل، وأؤكد وأبين في البداية وسأكرره إن شاء الله تعالى، إنه ليس الهدف من اللقاءات الحية إعادة الشرح، فالشرح واضح وموجود في المحاضرات المسجلة، ولكن في هذه المحاضرة أجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم، كما أتناول بعض المفردات بالبيان، ولا يعني أن المفردات أو المسائل التي أشرحها أو أبينها أو أذكرها أنها مطلوبة وما عدا ذلك غير مطلوب أو محذوف، أو أنه مهم وما عداه غير مهم، هذا غير مقصود لي أبدا، وإنما أتحدث عن بعض المسائل التي قد تكون مشكلة على بعض الطلاب والطالبات. ونبدأ على بركة الله عز وجل بإحكام البيع. فالبيع هو مبادرة المال بالمال تملكا وتمليكا، وقد دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، والبيع له أركان وله صيغة ينعقد بها، معنى الصيغة الطريقة التي ينعقد بها، إما بالقول بعني هذا الشيء تقول اشتريت، أو تقول أشتري منك أو بيع، أو تقول أبيعك هذا الشيء فتقول نعم، وقد يكون بالفعل تذهب إلى المحل وتأخذ السلعة التي تريد وتدفع الثمن والبائع يأخذ منك الثمن وتخرج، هنا حصل فعل من الطرفين، أو تقول بعني هذا الشيء فيقول لك البائع خذ أو يسلمه لك، فهنا قول وفعل من الطرف الآخر. ننتقل الآن إلى مسألة وهي نوع عقد البيع، نوع عقد البيع. عقد البيع طبعا هنا من يقول الصوت يقطع، قد تكون المشكلة
تحدثت من أسبوع. إذن نكمل ما توقفنا عنده. قلنا وقد اضطر الآن لإغلاق المحادثة العامة لأنها قد تسبب إشكال. تحدثنا عن نوع عقد البيع وقلنا البيع له اعتبارات كثيرة. هل البيع عقد مشروع أو غير مشروع؟ فالبيع عقد مشروع قد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. من ناحية أخرى وباعتبار آخر، هل عقد البيع عقد لازم أو عقد غير لازم؟ هل هو عقد لازم أو عقد غير لازم؟ الجواب العقود على ثلاثة أنواع. عقود لازمة أي تلزم طرفي العقد فلا يمكن فسخ مقتضى هذا العقد إلا بعد رضا الطرفين، والبيع من العقود اللازمة. النوع الثاني عقود جائزة، ولا نقصد بذلك هل هو جائز شرعا أو محرم غير جائز، وإنما نقصد أنه جائز أي هل يملك، هناك عقود يملك كل من الطرفين فسخ العقد بدون الرجوع إلى الطرف الآخر. يملك كل واحد من المتعاقدين فسخ العقد بدون الرجوع إلى الطرف الآخر، مثل عقد الوكالة. فالوكالة من العقود الجائزة أي أنه يمكن للوكيل أو الموكل فسخ العقد بدون الرجوع إلى الطرف الآخر. وهناك نوع ثالث من أنواع العقود وهو العقد الجائز على طرف أو جائز لطرف وهو لازم على الطرف الآخر. عقود جائزة من وجه ولازمة من وجه آخر، أي تلزم طرف والطرف الآخر يحق له أن يفسخ العقد بدون موافقة الطرف الثاني. أما الأول فإنه لا يمكن فسخ العقد إلا إذا وافق الطرف الثاني، مثل الرهن. الرهن عقد من العقود وهو لازم في حق الراهن، أي إذا اشتريت سلعة، مثلا اشتريت بيت بمليون ريال مؤجل لمدة سنة، وصاحب البيت طلب منك رهنا، والرهن هو أنه يأخذ منك شيء يرهنه عنده، إذا سددت أعاده إليك، وإذا لم تسدد باع هذه السلعة وأخذ الدين اللي في ذمتك من قيمتها. فالرهن لازم في حقك، لا تستطيع أن تفسخ العقد، عقد الرهن. أما الذي عنده الرهن والذي لمصلحته الرهن فالعقد في حقه عقد جائز، أي يجوز له أن يتنازع عن حقه ويعيد لك هذا الرهن. بعد ذلك ننتقل إلى شروط صحة البيع. البيع حتى يكون بيعا صحيحا
لابد من توافر شروط معينة فيه، وهذه عدد الشروط 7. والشروط هي: التراضي، لابد أن يكون البائع راضيا بالبيع والمشتري راضيا بالشراء. ومن الشروط كذلك أن يكون البائع والمشتري جائزي التصرف، وأن تكون العين المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة. وهنا يأتي الإجابة عن سؤالي من سأل عن حكم بيع القطط، فالعلماء اختلفوا فيه، هل يجوز بيع القطة أو لا يجوز بيعها؟ وكما ذكر الدكتور سعد وفقه الله عز وجل أنه لا يصح بيع القط، لوجود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمن الكلب والسنور، والسنور هو القط، وقد أفتى به مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهناك قول آخر بأنه يصح بيع القط. من الشروط أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له فيه، وكذلك من الشروط أيضا القدرة على التسليم. إذا أردت أن تبيع شيئا لابد أن تقدر على تسليمه للمشتري، فلا يصح أن تبيع طيرا قد طار منك في الهواء، أو سمكا في البحر، أو سيارة لك وهذه السيارة سرقت ما تدري هل تحصل عليها أو لا، هل تجدها أو لا تجدها، فهنا لا يصح البيع. لماذا؟ لعدم القدرة على التسليم. والشرط السادس أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين برؤية وصفة، أن تعلم ماذا تشتري، وأيضا أن تعلم الثمن الذي ستأخذه مقابل هذه السلعة. هذا ما يتعلق بشروط صحة البيع. والآن سأفتح المحادثة العامة، إذا كان هناك أسئلة فضعوها فيها. إذا كان عندكم أسئلة فتفضلوا. طيب، هنا أسئلة: بيع الفضول، هو مقصود بالبيع الفضولي؟ الفضولي هو الشخص الذي لا يملك السلعة وإنما باعها، هل يصح بيع الفضول أو لا يصح؟ العلماء اختلفوا فيه، والراجح أن البيع صحيح إذا أذن المالك، والشراء كذلك صحيح إذا وافق المشتري. ما معنى الطوافين والطوافات؟ الذي يطوف ويدور في البيت، القطط من التي تدخل في البيوت وتدور فيها. يعني لا يصح بيع القطط على المذهب أو على القول في المسألة أنه لا يصح بيعها. إيش يعني اقتناء؟ تربية القطط، القطط والكلاب، أن تقتنيها، أن تربيها. حددنا الأدلة، جميع الأدلة. الإقالة هي فسخ عقد البيع، اشتريت سلعة ثم ندمت، فأذهب إلى البائع وأقول لعلك وآمل منك
أن تفسخ العقد وتقيلني وتعيد لي الثمن وتأخذ السلعة. اشتريت سلعة ثم ندمت على ذلك فأذهب إلى صاحبها وأقول لعلك تقيلني، لعلك تفسخ عقد البيع، وهو يستحب له أن يوافق على ذلك. القطط لا يجوز، نعم على القول الذي ذكره الدكتور سعد، اقتناء الكلب. فرق بين الاقتناء والشراء والبيع، اقتناء الكلب جائز للحاجة، والقط أنه يكون عندك لا إشكال فيه لكن لا تشتريه. عقود المعاوضات نفس منهج فقه المعاملات، نعم. هل نحفظ الشروط فقط؟ لا، المطلوب جميع ما ذكره الدكتور سعد في محاضراته. ما المقصود بالتصرف الأحظ؟ التصرف الأحظ الأفضل والأكثر نفعا وفائدة لك. تعريف البيع لغة واصطلاحا، لغة مبادلة واصطلاحا مبادلة المال بالمال تملكا وتمليكا. الأدلة تحفظ غيب؟ لا، الأدلة للفهم ومعرفة وجه الدلالة. طيب الآن المجال مفتوح لإكمال الأسئلة، فإذا كان عندكم أسئلة تفضلوا. حكم بيع السوم، البيع على السوم جائز لأنه يؤول إلى العلم، هنا فقط سؤال ولعل الذي سأل يجيبني عن ما حكم السلم في السلع المعيبة. أنا ما أدري عن هذا السؤال، والسؤال خطأ، فما هو منشأ هذا السؤال؟ البيع بثمن مؤجل، أن تشتري سلعة والثمن يكون بعد شهر بعد شهرين مقسطا لمدة سنة ونحو ذلك. متى يجوز بيع المغصوب؟ يجوز بيع المغصوب على غاصبه، شخص أخذ منك شيئا غصب، فإنه يصح لك أن تبيعه عليه أو تبيعه على شخص أقوى منه يأخذه. تعريف لغة معنا، نعم. ما حكم بيع الرقيق جائز؟ ما هو السوم؟ أن تعرض ثمن لهذه السلعة، اللي قال هل له الحرية الرد أو عدم الرد؟ نعم، يسن له أن يقيلك في البيع ولا يجب عليه. نتابع المحاضرات المرئية ولا الصوتية؟ راجع لكم، هي نفسها، هذه صوت وهذه صوت وصورة. ما حكم بيع بثمن مؤجل جائز؟ هل اعتماد على المحاضرات المسجلة والمحاضرات الحية؟ المحاضرات المسجلة المرئية والصوتية راجع لك. صرف 2050 ريال مقابل 2000 درهم هل يعتبر ربا؟ إذا حصل التقابض فلا يعد ربا. بيع الفضول، أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه، الفضولي أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه. هل يجوز بيع الكلب؟ لا، وإنما يجوز الاقتناء للحاجة. هل يكفي الشراء الصفع؟ السؤال غير واضح. عند تعداد الأقوال هل المطلوب جميع الأقوال أم القول الراجح؟ المطلوب جميع الأقوال والقول الراجح. السلام في السلع المعيبة هل يصح أو لا يصح؟ السؤال خطأ. ما يجوز بيع الكلاب؟ نعم لا يجوز. هل التورق يعتبر من البيوع المنهي عنها؟ التورق اختلف العلماء فيه، هل هو بيع منهي عنه أو لا؟ لا يصح البيع مع الإكراه؟ نعم لا يصح البيع مع الإكراه، لأن من شروط صحة البيع التراضي. ما حكم بيع الحمل في البطن؟ محرم للجهالة. التورق إن شاء الله تعالى سنأتي عليه. هل يجوز الشراء على الصفة بدون رؤية؟ نعم. البيع بثمن مؤجل يعتبر ربا؟ في حالات يكون ربا وحالات لا، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في أحكام الربا. العينة سيأتي الآن إن شاء الله تعالى. كم محاضرة مسجلة نتابعها؟ أنا كتبت ذلك في المنتدى، وحتى إذا وضعت الأسبوع القادم
المحاضرة الرابعة والخامسة والسادسة؟ هل يجوز أخذ الفائدة في السلف؟ السؤال غير واضح. بيع سلع اليتيم؟ السؤال غير واضح. الاستقراء؟ الاستقراء هو التتبع، يعرف الشيء بالاستقراء، يتتبع الإنسان هذا الشيء وقرأ ولم يجد أدلة غيرها أو شروطا غيرها. الإكراه بحق يصح البيع معه. الفرق بين العينة والتورق، العينة بين طرفين والتورق ثلاثة أطراف. ما حكم بيع السمك في الماء؟ محرم لعدم القدرة على التسليم. يجوز البيع بالإكراه إذا كان الإكراه بحق؟ نعم. طيب كيف يجوز البيع إلا إذا وصفها؟ البيع إما يكون بالصفة أو بالرؤية، يذكر لك الصفات أو تراها بعينك. إذا شريت سلعة وقسطها بس بزيادة سعر هل يعتبر ربا؟ لا، لا يعتبر ربا، لأن بيع التقسيط جائز. هل في محاضرة حية بكرة؟ لا، الجدول معلن بشكل كامل والمحاضرات مبين مواعيدها، ادخل على المقرر وتجد المواعيد بالضبط. هل بيع المزاد حلال؟ نعم يجوز البيع في المزاد. ما هو كسب الحجام؟ الثمن الذي يأخذه الحجام. ما معنى البيع أن يكرهك شخص أن تبيع شيئا لك؟ البيع الفضولي جبت عن أكثر من مرة والمحاضرة مسجلة، ارجعوا لها. طيب سأوقف الآن الأسئلة وأكمل بعض المسائل وأجيب إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة. المحاضرة الثالثة تحدث الدكتور فيها عن البيوع المنهي عنها، ومن البيوع المنهي عنها البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد النداء الثاني. إذن يكون البيع محرما على من تلزمه صلاة الجمعة. إذا كان الشخص لا تلزمه صلاة الجمعة، امرأة، مسافر، طفل، هذا يجوز له البيع والشراء. والشرط الثاني أن يكون بعد النداء الثاني. النداء الأول لا إشكال، أما إذا النداء الثاني الذي هو بعد دخول الخطيب، إذا دخل الخطيب فإنه يسلم ثم يؤذن المؤذن. إذا أذن المؤذن هنا نقول لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة، أما الذي لا تلزمه صلاة الجمعة فإنه يصح له أن يبيع ويشتري. المرأة تبيع وتشتري سواء دخل بعد النداء الثاني أو لا، الصبي، المسافر كذلك. من البيوع المنهي عنها بيع الملامسة والمنابذة والحصات. هذه أمثلة على البيوع المجهولة، أنت ما تدري ماذا تشتري. مثلا أي شيء تلمسه فهو لك بكذا، وأنت لا ترى ماذا تلمس وما تدري ماذا تلمس، هل تلمس كثيرا أو قليلا. أي شيء تطرحه تنبذه فهو لك بكذا. يعطيك حصات ويقول أي شيء توقعه بهذه الحصات فهو لك بكذا، قد توقع شيء وقد لا توقع شيء، فهذا أمر مجهول ولذلك محرم. من البيوع المنهي عنها البيع والشراء داخل المسجد، وبيع المسلم على بيع أخيه، وبيع العينة. ما العينة؟ العينة هي بيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم شراؤها من نفس الشخص بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. وسأضرب مثال. محمد باع سيارته على عبد الله ب100,000 ريال. هذه ال100,000 ريال ليست حالة وإنما مؤجلة بعد سنة. محمد باع سيارته
بمئة ألف ريال على عبد الله مؤجلة لمدة سنة. ثم عبد الله باع نفس السيارة على محمد بثمانين ألف ريال نقدا. محمد باع سيارته بثمن مؤجل مئة ألف ريال تسدد بعد سنة على عبد الله. بعد ذلك عبد الله باع السيارة على محمد بثمانين ألف ريال حالة. ما الفائدة؟ عبد الله يريد النقد، فاتفق مع محمد على هذه الحيلة. كأن محمد أعطاه 80,000 ريال وعبد الله يعيدها له بعد سنة مئة ألف ريال. وهذا تحايل على الربا، لأن الربا تقرض شخص مبلغ ثم تستعيده بأكثر منه بعد مدة. لذلك بيع العينة محرم. لماذا؟ لأنه حيلة على الربا. طيب ما التورق؟ والتورق جاء في أول المحاضرة الرابعة. التورق قريب من العينة، ولكن عندنا ثلاثة أطراف. محمد باع سيارته على عبد الله بمئة ألف ريال مؤجلة لمدة سنة. عبد الله باع سيارته على زيد بثمانين ألف ريال نقدا. لاحظوا الفرق. العينة ما عندنا إلا كان بائع ومشتري، ثم المشتري يصبح بائعا والبائع يصبح مشتري. محمد باع على عبد الله، ثم عبد الله باع سيارة على محمد. أما في التورق فهناك ثلاثة أطراف. محمد باع السيارة على عبد الله، ثم عبد الله باع السيارة على زيد، ولا توجد هناك علاقة بين زيد وبين محمد، وإنما ذهب عبد الله إلى معرض السيارات واشترى السيارة بثمن مؤجل مئة ألف ريال، خرج بها، ذهب بها إلى معرض السيارات وباعها على زيد بثمانين ألف ريال نقدا. نلاحظ أنه هنا ثلاثة أطراف في التورق. أما العينة طرفين. العينة فيها تحايل على الربا، كأنه أقرضه 80,000 ريال ويرجعها بعد سنة 100,000 ريال. أما التورق لا توجد حيلة، لأنه ثلاثة أطراف وهم لم يتفقوا على هذا الربا. لذلك قال العلماء العينة محرمة والتورق جائز، لأن التورق لا توجد فيه حيلة على الربا. ما هو التورق المنظم؟ التورق المنظم وهو المعمول به في بعض الجهات المؤسسات والبنوك. البنك هو الذي يبيعك، وهو الذي يدبر لك وينظم هذه الطريقة ويجد لك مشتري. فعنده شركتين، شركة تبيع وشركة تشتري. هذا الحقيقة التحايل، وهو قريب من العينة، لكن إذا كانت الشركات مستقلة فلا يعد حيلة على الربا. هذه أبرز المسائل المتعلقة بما جاء في المحاضرات الأولى والثانية والثالثة وجزء من الرابعة. الآن المجال مفتوح للأسئلة. الآن يعني التورق المنظم بيعينه.
ما نستطيع أن نحكم على إذا كان تنظيما كأنه بيع صوري عقد صوري فهو قريب من العينة. تعريف العينة مرة أخرى، العينة هو بيع سلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بثمن حال أقل من الثمن المؤجل. التورق جائز في البنوك، التورق الأصل أنه جائز ولكن تطبيقه في البنوك ما أدري، لابد النظر في عقود البنوك. الفرق بين العينة والتورق، العينة طرفين والتورق ثلاثة أطراف. أعدت قبل قليل شرح التورق والعينة. بيع الحصان هل يجوز؟ نعم. ما حكم التورق المنظم؟ إذا كان تورقا منظما كأنه عقد صوري محرم، أما إذا كان هناك له ترتيب وتنظيمات معينة لا تجعله عقدا صوريا فهو جائز. مثال ثاني على العينة، بيع جوال بألف ريال بثمن مؤجل ثم شراء نفس هذا الجوال بثمانمائة ريال نقدا. المحاضرة الجاية كم درس نحضر لها؟ المحاضرة الرابعة والخامسة والسادسة. يعني العينة بشكل عام حرام؟ نعم. ما معنى العقود الجائزة اللازم من وجه آخر؟ عقد لازم من وجه وجائز من وجه آخر، يلزم طرف ولا يلزم الطرف الآخر، مثل الرهن، هو لازم في حق الراهن ولا يلزم في حق المرتهن. أنا سأفتح المحادثة مرة أخرى. وهذه المحاضرة مسجلة، بالإمكان الاستماع عليها في أي وقت. ما هو النجش؟ هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها. العينة مو مثل التقسيط، لا، فرق بين العينة والتقسيط. ولو تصورت العين وتصورت التقسيط تعرف الفرق بينهما. السيارات اللي عن طريق البنوك تعتبر من التورق أم العينة؟ إذا كانت ثلاثة أطراف تورق طرفين عينة. كيف التورق يكون منظم؟ يعني يكون منظم أن تذهب إلى البنك والبنك يبيعك سلعة ويقول أن وقع هذه الأوراق على بيعها، مباشرة البائع والمشتري كلهم موجودين في مكان واحد، وأنت ما تقوم بعمل، وإنما تقوم بعمل توقع فقط كأنه صوري. الطرف الثالث هو تابع للبنك، هو الذي أحضره البنك، فهذا هو المنظم الذي ذكر العلماء أنه قد يكون بيع صوري. العقود اللازمة لا يمكن فسخ العقد إلا برضا الطرف الآخر، نعم.
طيب الأصل في بين معاملة الحل والإباحة، المرأة والطفل والمسافر هل يجوز لهم البيع حتى لو بعد النداء الثاني؟ نعم. التورق المنظم جائز؟ لا. طيب إذا كان بقي أسئلة أو هناك أسئلة قديمة لم أجيب عنها، وحتى يتم الاستفادة من المحاضرات الحية، حتى تتم الاستفادة من المحاضرات الحية، لا يمكن لأي طالب أو طالب أن يأتي خالي الذهن لم يستمع للمحاضرات المسجلة ويريد أن يفهم، لأني لا أستطيع أن أشرح كل نقطة، وإنما أجيب عن الأسئلة والاستفسارات أو أتحدث عن بعض المسائل باختصار. والمحاضرات موجودة، وحتى هذه اللقاءات الحية مسجلة وموجودة، تستمعون لها بعد انتهاء المحاضرة، بالإمكان الاستفادة والاستماع لها. بيع العروض في العينة، ما المقصود العروض في العينة؟ العروض هو عرض سلعة، فمثلا تبيع سيارة مقابل سيارتين بأجل، ثم تشتري مرة هذه السيارة، هنا لا إشكال في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يجري الربا في هذه السلع، في هذه العروض، وإنما الربا يجري في الأموال، وسنأخذها إن شاء الله تعالى في درس الربا. ايش اسم البيع اللي كنت في البيع المنظم؟ هو التورق، التورق المنظم. نتابع المحاضرات ثلاث ونسأل، هذا هو الأصل، هذا هو المفترض. ولو استمعتم لجميع المحاضرات وحضرت وسألت عن أي شيء أشكل عليك فهمه فهذا متاح لك. هل البيع المنظم جائز؟ نحن نتكلم عن التورق المنظم والتورق غير المنظم. التورق المنظم غير لا يجوز. المحاضرة القادمة 5 و6 و7. نعم. المحاضرات المسجلة موجودة في محتويات المقرر. الصوت يقطع، بإمكان استماع المحاضرة مسجلة وإن شاء الله تعالى يكون الصوت واضح وصافي. انتهى الآن الوقت المخصص لمقرر الفقه. ما المقصود لا يكون له سمسارا؟ أي وسيط. السمسار هو الوسيط، هو الوسيط بين البائع والمشتري. المحاضرة القادمة 4 و5 و6
في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى الجميع لعانة وتوفيق والسداد، وفقكم الله وعانكم ويسر أموركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.